بصي الجارم، هنتكلم الاول بس على الجارم، العلاقه اللي هي بدات بيه بجمهور اسكندريه. الجارم بدا يعني عباره عن ايقونه عشق للجمهور الاسكندري، بدا من اول السبعينات وكان بنهائي كاس مصر بين الاتحاد والاهلي، وكان سجل طبعا الجول بتاع الكاس. الجارم من ضمن اللعيبه يعني الوحاد في اسكندريه اللي الجمهور اتغنى باسمه، يعني الجمهور بيبدا يغني لحاجه ما بتحصلش كتير في الكوره. يعني بداها من 73 لغايه ما الاتحاد كان لعب افريقيا تقريبا في منتصف السبعينات، فكانوا بينادوه بايده، كان ايده ده وينج ليفت البرازيل. علاقتي بيه علاقتي الشخصيه، هو عنده جانب انساني جميل جدا، يعني من ضمن اللعيبه الكابتن بحق، يعني كنا احنا لسه طالعين صغيرين، فكان مثلا بيبقى في مشكله مع لعيب صغير ولا حاجه يروح هو اللي يروح يخلص كل حاجه. انا هضرب مثال بي انا، يعني كنت بخطب فحصل معايا مشكله مع المدير الفني فخصم مني فلوس معايا، فقلت لهم ده انا بخطب وكلام من ده، فالجارم راح اخدني جوه، كان للاستاذ عبد الله حسن الله يرحمه، خلص المشكله. يعني عنده جانب انساني غير الجانب الفني بتاعه، كان حاجه جميله جدا. يعني حتى والدته لما توفت تقريبا في اخر 3 سنين في حياته كان مقيم معاها بشكل كامل. اما على الجارم من المستوى الفني طبعا حدث بقى ولا حرج بقى، يعني مفيش حد في اسكندريه او جمهور اسكندريه ينسانه الجون بتاع موليديا وهران الجزائر. الجارم لعيب كان كبير جدا، وفي نفس الوقت كمان كان تحس ان هو عنده جانب جميل جدا التواضع، من ناحيه لعيب كوره نجم وسوبر ستار لكن كان متواضع جدا، يعني ضمن الحاجات اللي فيه. هتقول ايه لشريف؟ موضوع الخطوبه صح، ده انا جبت له 20 جنيه ايامها، كان مخصوم منه 20 جنيه جبت له 20 جنيه كان ال 20 جنيه يعني دلوقتي 2000 جنيه يا افتكرت القصه دي. مالك زار قال لي مخصوم مني 20 جنيه كمين المدرب؟ كان الكابتن كمال، كمال الصبار. اتاخر تمرينه، عمل حاجه مش فاكر ايه، فالمهم قلت له ده هيخطب، بدل ما تخصم ما تخ بدل ما تديله بتخصم منه ده ال 20 ده اديله 20 كمان. وفعلا الكابتن لا كابتن جمال كان راجل كريم، كابتن كمال السباخ كان راجل جميل الله يرحمه. بالمناسبه عمرو ورده من ضمن الذكريات، كان بيلعب سله وانا اللي خليته يلعب كوره. عمرو ورده ابن مدحت ورده. فوجئت بيه وهو عنده 8 سنين مره. انا ما احب كان عندك في الناشئين. هو كان بيلعب سله زي ابوه بقى. زي ابوه لعب سله ايه. فمرة قلت له ايه نلعب تنس اللي بالرجل دي، يعني فاللي بنلعبها دي على الواقف، فلقيته لعيب، فقلت لمدحت ما تخلي ابنك يجي يتمرن معانا، فراح قالب من السله وبقى بيلعب كوره، بقيت عنده المهاره بتاعت كره القدم. قلت له حرام عليك تلعب سله، انت تلعب بس. هو مهمل في حق نفسه عمرو جدا، بس حته لعيب. لا هو لعيب كويس، ما حدش ينكر بس.